انت عندك اخويا شويه. متابعي قناه شوف تي في، مرحبا بكم في هذا البث المباشر. متابعي قناه شوف تي في، مرحبا بكم في هذا البث المباشر من الدار البيضاء. كنتمنوا تكونوا بخير وعلى خير، كنتمنى كذلك ربي يرفع لنا هذا البلاء. هذا اليوم حنايا في سوق المشكل اللي عندهم انهم جاو حيدوا لهم الشوايات وهما كيترزقوا غير الله. غنحاولوا اننا ناخذوا اول تصريح. السلام عليكم. قولنا الاسم ديالك وشو المشكل اللي عندك؟ الاسم ديالي محمد فردوس. المشكل ديالي حتى انا ديال الشوايه هنايا، الناس كيجيو يتشداو لي ويقولوا لي السلعه ديالي ديما معدين علي اهرون. ما بغيتش هاد الناس يبعدوا مني، خلوني نخدم خدام على مي مشلو وعلى بو، عندي 5 سقوط صغر مني وما عنديش شي بين نخدم. كان عندي فين نخدم ما غنجيش، انا غنمشي نخدم على راسي. هاد الناس هادو عندي مشكل مع واحد السيد كيعرف شي واحد في العمل هو اللي مبيكي عليا، ما تخلينيش نخدم هو تيدير دومين وانا دومين وعدو ما حال وانا بعيد عليه. هاد السيد مبغاش يبعد منه. دابا نتايا كترزق الله من هاد الشوايه هاد. كون عندي فين نمشي نخدم غير ما غندير الشوايه. خدام على الوالده والوالد وكلشي، حتى شي واحد كلشي ما خدام. هما الناس الحومه، الناس الكبار يقولوا هادشي اللي كاين. كيف ما سمعت بان هادي باغيين يديروها جرده. قال لك باغيين يديروها جرده. ما كايناش جرده، ما هي اصلا هاي جرده. خليها هي اصلا هاي جرده. هي اصلا هاي راه جرده، هادشي كتشوفي راه هي راه جرده. هما ما بغاونيش نخدم هذاك السيد، ما بغانيش نخدم هنا. داو لي سلعتي وداو لي كراسي وداو لي طابله. ولا شي ما عنديش راه مقاول ديالي شي غالب. يعني انت الا داو لك هذيك الشوايه ما عندكش منين ترزق الله؟ ما عنديش شي منين ترزق الله، كون عندي منين ترزق الله ما غاديش نخدم هنا، غادي نمشي نخدم في بلاصه اخرى. واخا شنو المطلب ديالك اليوم؟ المطلب ديالي انا اليوم هاد السلطات المحليه رجعوا لي ديالي الكراسي ديال الطابلو وخلوني نخدم ترزق الله. كل الحب زعما كنزكر. بغاو يخرجوني الطريق بغاو يرجعوني موجرين. بغاوني تاني نمشي للبي ديال الناس. راه هادشي اللي كاين. يعني انت باغي ترزق الله؟ باغي نترزق الله فهاد البلاصه هادي كنا كل فيها طارق الخبز انا وصاحبي نمشي. هو صاحب هو الاخر كيترزق مع الله فينا هو. اجي ابي كيف ما سمعتوا متابعي قناه شوف تي في، فهاد السيد كيقول لك هو كيترزق الله وبغى باش انه يعاود يخدم. هو عنده غير شوايه كيخدم فيها وهي مكسب ديال القود ديالو. غنشوفوا شي وحده اخر اللي غيهضر لنا على هذا المشكل هذا. سام ايوب ايوب رضوان اجي خويا. الله يبصحك ايوب. نتمنى من الصوت من هاد الناس خلوني نخدم ترزق الله. اجي خويا اجي خويا هنا وقف. عامر قول المشكل اخويا اللي عندك. المشكل هو قال لك حيدوا لنا دابا السوق غنديروا لكم جرده. اش المشكل دابا جا القايد جا القايد قال لك غنحيدوا لكم السوق من هنا ما غديروش، غنديروا جرده غنشوفوا لكم حل في سوق نموذجي. ولكن هاد الوعود هاد السياده ديما كنسمعوه باقي ما شفنا والو. دابا انتم شنو المطالب ديالكم؟ المطالب ديالنا هي اننا نترزقوا الله في هاد البلاصه اللي تابعه نترزق الله هنا. هادشي اللي كنطلبوا، نطلبوا نترزقوا الله على وليداتنا وعلى والدينا. وهاد الناس هاد الناس التصريح ديال السكان هذا كاملين راهو بينا القايد سعد القايد التصريح ديالهم بانهم راه موافقين. قال لك انا غنشوف لكم الحل ونديروا سوق نموذجي. هذا هو اللي يعني انتم ما بغيتوش كل شويه السلطه تجي تحيد لكم. هادشي اللي كنطالبوا السلطه تخلينا في حالاتنا نترزقوا الله. بلايصنا كنقيوهم حنايا، الشجر حنا اللي كنسقيوه. هاد الجماعه ما دارت حتى شي حاجه. تما كيقول لك ناخذوا تما كيقول لا حل لا والو. السلام عليكم. خويا تفضل الاسم ديالك وانت من الساكنه هنايا. واخا عاود لينا المشكل. ياسين وزاره ياسين وزاره. واخا عاود لينا المشكل. انا فايق اخي جيب انا خد الكارو شي تلقى رجال ديال الامن تقوموا بواحد العمل ما فهمتش والو. طبقوا الحقره بمعنى الكلمه. لا دابا حنايا دابا حنايا دابا انت من الساكنه هنايا واش انت موافق بان هاد الناس هادو يديروا هنايا هادشي الحوس؟ ايوا يشريوه واش غادي يمشيو يديروه؟ اختي واش يمشيو اش غيديروا؟ هزوا ميسطاره ويخرجوا يقلبوا على المنشف اش يبيعوا تيشري ما باغي والو. باغينا نخدموا حنا ما باغيين والو. قلنا لهم خليوا هاد السيد يبيع يشري هنا شدوه معاه باغي نشدوه باغي نلصقوا ليه. لا دابا خلينا من هذاك الشيء دابا نهضر ليا على واش انتم موافقين. واش يا موافقين حنايا شي حاجه فوق من موافقين حنا. حنا ديري بلاك بدي عيرك في والديك حشومه